ملف رابطة الأندية، أو خلينا نقول ملف اللجنة الخماسية اللي بتدير الاتحاد. الفترة اللي فاتت لما الترشيحات ناس كتيرة اتكلمت، تصدر الترشيحات اسم المهندس ماجد نجاتي. والحقيقة مش عشان حضرتك موجود، كل الناس اللي لهم علاقة بالكورة واللي عندهم أمل إنه كانت المسألة تروح في طريق إصلاحي شوية تفائلوا إن أنت تكون موجود. والناس حطت التشكيل واتقالوا إن في مقابلات تمت، بس فجأة أعلنت الأسماء وما فيهاش المهندس ماجد نجاتي. هل كان الترشيح وصل لدرجة جادة ولا إيه؟ هو الحقيقة حصل اتصال بيا يعني. وكان اتصل بيا المهندس هاني أبو ريدة يعني. هاني أبو ريدة. يعني كانت يمكن في الأول كانت غريبة مفاجأة بالنسبة لي، ولكن ده اللي حصل. وأنا رحت على أساس إن هو بلغني إن هو يعني في لجنة بتتعمل لإدارة الكورة في الفترة اللي جاية، علشان يعني زي ما بتعمل طفرة إنقاذ لما حدث وتغيير خالص في النظام وكده واللوائح وكل حاجة، بحيث إن يعني الفترة اللي جاية هي كده يعني. ودعاني إن أنا أروح تاني يوم في الاتحاد الأفريقي، رحت قابلت في الاتحاد الأفريقي وقال لي إن في حتى ناس من الاتحاد الدولي موجودين تعرف عليهم يعني. وهم عايزين يتأكدوا إن اللي مشي، وكانوا هم جايين يعني عشان يتأكدوا إن اللي مشي ما كانوا مش مقالين يعني بغصب عنهم، واللي جايين ما لهمش دعوه بتدخل الحكومه يعني. فانا رحت تاني يوم ووجدت المجموعه اللي هي يمكن اغلبهم اللي ماسكين حاليا اللجنه الخماسيه. انا يمكن دي انا طبعا يعني هم كلهم شخصيات قامات محترمه طبعاً جدا طبعاً يعني انا يعني وانا يمكن اقل منهم كمان، لكن انا بقول لحضرتك انا طموحي كان عالي قوي. لما قال لك انقاذ وكده، فتوقعت ان انا هروح انا الاقي نفسي يمكن اقل الموجودين خبرات يعني. وعايزه لان انت بتتكلم على لما اجي اعمل لجنه، واحنا اتعلمنا كده يمكن في الاداره ان اللجنه مرتبطه بالهدف والمده الزمنيه يعني. لو مده زمنيه 5 سنين انا ممكن اجيب ناس كويسه جدا كويسه جدا واعده تشتغل سنه سنتين تشوف الوقت تشوف وبعدين تاخد قرارات وتشتغل بقى. لكن لما يبقى الفتره 11 شهر كان ساعتها 11 شهر. فانا فوجئت يعني ان هو الوضع كده. حتى سالت قلت هو في حد تاني يعني ولا يعني. المهم يعني ان احنا طبعا كلهم بيقول لك قامات محترمه جدا، بس انا بتكلم على خبرات في مده قصيره. انا ممكن احط نفسي معاه، انا ممكن اكون ليا خبرات في مجال، لكن محتاج حد في اللوائح، محتاج حد في المشاركة. ده احنا عايزين نهد الدنيا في سنه في سنه. يعني طبعا الموضوع ما كانش بايدي قوي فسكت يعني. لكن فوجئت بقى اللي بعد كده كمان، ان احنا رحنا دخلنا في اجتماع يعني الاجتماع اللي احنا كنا بنقول هنتعرف على الاتحاد الدولي. كنا قاعدين في اوضه احنا لوحدينا بنتكلم يعني، وبعدين مهندس هاني أبو ريدة بياخد واحد واحد كده ويشوشه في ودنه ويدخل حته ما اعرفش. فجي ودوري دخلت فلقيت يعني واحد مع واحده كده، وهو يعني عرفهم بيا. هو كان اظن مدير التطوير في الاتحاد الدولي، مش عضو الاتحاد الدولي. وتعرفت عليه يعني عرفوا علينا وخرج الحقيقه المهندس هاني يعني. انا من اول وهله حسيت ان انا يعني انا جيت غلط يعني. ليه؟ لان المقابله ما كانتش التعارف مع الاصح، دخول واحد واحد والقعد على ترابيزه والناحيه الثانيه انترفيو. يعني انا كان لما خرجت قلت لهم كده، قلت لهم وانا جاي مقدم على وظيفه، انا يعني جيت رشحت لشيء نتيجه ان انا معروف. نقعد مع بعض نتكلم. انا فاكر ان احنا نقعد كلنا كده نقعد معاهم نتكلم، وبعدين بقى نشوف نبحث الراي اللي انا بقول عليه الملفات بعد كده يعني. فبعدين الحقيقه القعده ما عادتش كتير، لانها يعني انا كنت قافل شويه يعني.